وزير النقل، والسيد اللواء محمد شريف وزير محافظ إسكندرية. الحقيقة النهاردة كنا بنتفقد عدد من المشروعات المهمة جدا داخل محافظة الإسكندرية. يمكن احنا بدأناها بتفقد منطقة محمد نجيب واللي بتجري فيها أعمال المشروعات فصل مياه الأمطار وشبكة مياه الأمطار عن الصرف الصحي. والحقيقة يمكن حضراتكم تتذكروا دايما إسكندرية الحقيقة مع التغيرات المناخية اللي ابتدت تحصل وتواجه مصر وكل العالم الفترة الأخيرة، بدأت طبعا حجم الأمطار وكثافة الأمطار بقت ضخمة جدا. وإسكندرية الحقيقة تاريخيا كان لديها شبكة مياه صرف أمطار منفصلة عن الصرف الصحي، ولكن في مرحلة ما يعني تم إلغائها ودمجها مع الصرف الصحي. بقى حجم النهاردة الأمطار اللي بينزل في يوم واحد أحيانا في وقت النوات بيفوق سعة شبكة الصرف الصحي، فعشان كده بقى اللي بيحصل إن المية طبيعي جدا، مياه الأمطار بتظهر في الشوارع وبتبقى فيه مشكلة، ويبدأ أهالينا في اسكندرية كانوا بيشتكوا من هذا الموضوع. الحقيقة من السنة اللي فاتت احنا بدأنا تنفيذ منظومة متكاملة بننفذها النهاردة علشان نفصل الحقيقة شبكة الصرف الأمطار عن الصرف الصحي، عشان يبقى كده نقدر على طول بمجرد نزول الأمطار بنقدر نصرفها بصورة سريعة، والأهم ان احنا نبدأ توجيه هذه المياه، مياه الأمطار، إلى مناطق معينة لمجموعة من البحيرات والمصارف والترع اللي بعد كده هي داخلة معانا في مشروع الدلتا الجديدة. يعني بنستفيد من هذه المياه إن احنا بنوجهها إلى أماكن الترع والقنوات اللي بعد كده بتوجه إلى مشروع الدلتا الجديدة، وده مشروع عملاق طبعا كلنا بنتابعه كمشروع قومي للدولة المصرية. لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن الحمد لله الجزء اللي احنا نفذناه السنة اللي فاتت، وهم كانوا ثلاث مناطق تحديدا وبيمثلوا حوالي 12% من كمية المناطق أو كمية المياه الأمطار اللي كانت بتنزل على المناطق اللي دايما بيبقى فيها مشاكل، الحمد لله لما يعني اتنفذت بالكامل المواطن شعر تماما ان مفيش اي مشكلة، وابتدت فعلا الحمد لله المواطن السكندري يحس بالرضاء التام على ما تم تنفيذه. السنة دي ان شاء الله اللي بيتنفذ منطقتين في غاية الاهمية، منطقة سموحة ومنطقة محمد نجيب، من خلال مجموعة من الشبكات برضو اللي بتتنفذ وبتنفذها الهيئة الهندسية طبعا لصالح محافظة الإسكندرية. والحقيقة كان المفترض ان المشروع ياخد 8 شهور من بداية شهر مايو الماضي، وبالتالي كنا لو التزمنا بالثمان شهور كنا هندخل على موسم الأمطار. فالحقيقة مشكورين النهاردة الزملاء في الهيئة الهندسية تعهدوا ان بإذن الله هينتهي المشروع قبل بدء موسم الأمطار، يعني بنتكلم في آخر أكتوبر أو بداية نوفمبر على الأكثر. فده طبعا هيفرق بصورة كبيرة جدا، لأن كده هنكون غطينا حوالي 42% من المناطق اللي كانت دايما بتتأثر بفصل الأمطار، بحيث يبقى المرحلة اللي جاية بعد كده إن شاء الله هندخلها ونخلص كل المناطق بإذن الله اللي كانت دايما بتبقى بنسميها نقط سخنة في اسكندرية، ودايما كان بيبقى فيها مشكلة بسبب مياه الأمطار في وقت النوات ولما بيبقى فيه حجم أمطار كبير جدا. تفقدنا معا أيضا الحقيقة مشروع نفق 45، وده كان الحقيقة مشروع مهم جدا لحل مشاكل المرورية، يعني كانت دايما اسكندرية بتعاني منها، والحمد لله الحقيقة المشروع معمول على أفضل مستوى حضاري ممكن، ومعمول فيه زي ما حضراتكم شفتوا بعض العناصر الجمالية وممشى للمشاة بالكامل على الكورنيش، وبنفس نمط الحقيقة كوبري ستانلي والأبراج بتاعة قصر المنتزه اللي دايما بتميز اسكندرية. والحقيقة الحمد لله اطمنا ان المشروع يعني انتهى وهيبقى ان شاء الله جاهز وبعنا للافتتاح، وبالفعل المواطنين الحمد لله دلوقتي بقوا الحقيقة بيستفيدوا منه، وبالذات في المنطقة بتاعت كوبري المشاة. الحقيقة تفقدت ايضا اعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به، ودي الحقيقة كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا ما نكتفيش فقط بتنفيذ المتحف، ولكن لازم الكلام ده يصحبه تطوير المنطقة المحيطة بالكامل. وإن شاء الله يمكن المنطقة بالكامل اللي هي شارع فؤاد وكل المنطقة المحيطة هنبقى في خلال أقل من 3 شهور أتمينا بالكامل عملية التطوير، ويمكن المتحف نفسه أيضا يعني إن شاء الله على نهاية شهر يونيو هيكون برضو كل أعمال التطوير انتهت فيه.
الحقيقة كان التفقد اللي يلي ذلك طبعا هو التفقد المهم جدا لتطوير الشامل اللي بيتعمل النهاردة في ميناء الدخيلة وميناء اسكندرية. وإحنا طبعا مع حجم المواني الضخم جدا اللي الدولة المصرية النهاردة بتنفذه وإنشاء العديد من ومد وإطالة طبعا الأرصفة اللي موجودة في كل مواني مصر وإنشاء مواني جديدة وشبكة مواني جديدة عشان مصر حقيقة تبقى مركز لوجيستي في البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط، ولكن يظل دائما ميناء اسكندرية هو الأكبر. ميناء اسكندرية النهاردة بتتجاوز فيه حجم تجارة مصر خروج سواء الصادرات أو الواردات أكتر من 60% من التجارة الموجودة في مصر. وبالتالي يمكن كان عشان كده الحقيقة النهاردة الرؤية المتكاملة لهذا الميناء أو مجموعة المواني وهو ميناء الدخيلة وميناء اسكندرية، وإن شاء الله هيبقى ما بينهم رابط ميناء الماكس، فبحيث يبقى عندنا ثلاث مواني مع بعض منظومة متكاملة، هيبقوا دول فعلا يعني بحق يعني من أكبر إذا ما كانش أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط هيبقى إن شاء الله مع اكتمال هذا المشروع. الحقيقة أنا يعني في منتهى السعادة إن أنا يعني موجود النهاردة مع يعني أخي الفريق كامل الوزير وزير النقل في محطة تحيا مصر، إن إحنا بنتفقد اللمسات الأخيرة لهذا المشروع العملاق تمهيدا إن شاء الله إن يعني يتم افتتاحه في أيام قليلة مقبلة بإذن الله. المشروع ده يمكن أنا أتذكر لما كنا مع بعض أنا ومعالي الوزير، ويمكن كان بعضكم كان موجود معانا، ما كانش فيه أصلاً منطقة دي خالص، وكانت كلها منطقة يعني أنا آسف كان فيها مخلفات ومنطقة يعني غير لائقة على الإطلاق. الحمد لله النهاردة المحطة منفذة على أعلى مستوى في العالم من حيث الإدارة التكنولوجية التامة بدون وجود تدخل بشري، بحيث يبقى فعلاً نقلة نوعية لمصر في هذا المجال. أيضاً ميناء الدخيلة تفقدنا الحقيقة رصيف 100، واللي إن شاء الله برضو مع اكتماله هيبقى من أكبر وأهم الأرصفة على مستوى حوض البحر المتوسط. إحنا بنتكلم هنا إن شاء الله السفن العملاقة الضخمة اللي بتتحرك على مستوى العالم هتبقى يعني قادرة إنها تبقى متواجدة هنا في ميناء اسكندرية وفي ميناء الدخيلة أيضا، وبنتكلم فعلا إن هتبقى هنا تفعيل موضوع تجارة الترانزيت، وهيبقى بأفضل صور الممكنة موجودة في مصر، وده شيء مهم جدا لأن هذه التجارة على مستوى العالم يعني هتبقى يعني هي دي المستقبل. وإحنا يمكن كل المجلس الأعلى للاستثمار ناقش إن إحنا نبدأ نعمل حوافز استثنائية لموضوع تجارة الترانزيت. الموضوع هنا ودي شيء مهم جدا إن إحنا بنربط المواني بتاعتنا مع المواني الجافة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين داخل الجمهورية، ودي من خلال شبكة القطارات. يعني جزء من المشروع هدف القطار السريع أو قطاع فائق السرعة اللي بيربط من السخنة لغاية العالمين ومطروح مروراً باسكندرية، إنه هيبقى فعلاً ده بيحقق الهدف اللي قلناه إن ده هيبقى ممر لوجيستي كبير جداً ما بين بيربط البحرين الأحمر والمتوسط. هيبقى نقطة من النقط اللي بيتوقف عندها هو هنا، إن يبقى قادر كل الحاويات اللي موجودة عايزين ننقلها سواء لداخل مصر أو حتى تروح لمنطقة السخنة هيبقى ممكن من خلال النقل اللي بالسكة الحديد من خلال القطارات السريعة. الحقيقة يعني أنا بنتهز الفرصة طبعا إن أنا يعني أوجه الشكر لزملائي طبعا في وزارة النقل وسيادة الوزير وسيادة المحافظ على حجم العمل اللي احنا كلنا شفناه النهاردة، واللي بحق كله ده بيتعمل حقيقة نحو بناء جمهورية جديدة لمصر. بجد احنا النهاردة اللي شايفينه النهاردة يعني أنا بقولها بمنتهى الأمانة، حجم العمل اللي موجود واللي بنفخر إن هو اتعمل في 3-4 سنوات ده بالمقاييس طبيعية ممكن كان يستغرق بدون مبالغة من 10-15 سنة، لكن جهدنا كله علشان نعوض الحقيقة فترة يعني كانت يعني مصر ما انطلقتش فيها في هذه النوعية من المشروعات، اللي فعلا كل هذه المشروعات النهاردة بنتكلم على فرص عمل، بنتكلم على تجارة بينية، تعظيم لقدرات مصر إنها تبقى مركز حقيقة إقليمي وعالمي على مستوى العالم في هذه النوعية من التجارة الكبيرة جدا. زي ما حضراتكم شايفين حجم صادرات بنقدر إن إحنا نصدر بكميات أكبر في هذا من هذه النوعية من المواني، وأيضا طبعا وده جزء من الأجزاء المهمة جدا إن يبقى عندنا هنا أكبر الشركات العالمية موجودة معانا وهي اللي بتدير وبتشغل
كل هذه النوعية من البنية الأساسية الضخمة اللي احنا بنعملها، لأن الموضوع مش تحدي فقط إن احنا نعمل البنية الأساسية، ولكن نضمن إنها تفضل شغالة ومصانة على أعلى مستوى وتبقى للمواصفات العالمية. وهو عشان كده أهمية وجود شركات عالمية بتشتغل معانا، إنها بتبقى موجودة بتضمن لنا التشغيل الكفء والكامل لهذه المحطات، والأهم بنتعلم وبنكتسب خبرات منهم. وده أعتقد هو ده التوجه اللي جميعنا النهاردة الحمد لله بنتحرك فيه، وإن شاء الله يا رب تبقى الفترة القادمة أيضا المزيد من الأرصفة والمواني المصرية إنها كلها تبقى بهذا الشكل. أنا بشكر حضراتكم جميعا، متشكرين.